وحول صراع السلطات على السلطة بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية لمكافحة الفساد. ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن رئيس جمعية المحامين العرب صباح المختار. أهلا ومرحبا بك أستاذ صباح. الخير لك وللمستمعين. أكدت المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية تشكيل لجنة مكافحة الفساد التي شكلتها وزارة الداخلية. بداية، كيف تنظر لقرار وزارة الداخلية بتشكيل هذه اللجنة من أجل مكافحة الفساد وهي متهمة به؟ لا شك أن الوضع في العراق من الصعوبة فهم ما يجري فيه، من ناحية أن مكافحة الفساد هو أمر ضروري لكي ينهض العراق أو على الأقل يتوقف من الانهيار، ولكن أن يقوم الفاسدين بالتحقيق في جرائم الفساد فذلك لا يبشر بخير. الأسوأ من ذلك هو استعمال القانون لتنفيذ أهداف معينة سياسية. القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء الكاظمي في تشكيل اللجنة الخاصة التي قامت الآن المحكمة باعتبارها غير شرعية، هذا القرار أصلا كان مخالفا للدستور، والمحكمة مصيبة في هذا الأمر أنه هذا القرار هو مخالف للدستور، لأنه تم من قبل وزارة الداخلية في حين أنه وزارة الداخلية لا تملك سلطة قضائية، وبالتالي اعتدت السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. ولكن في نفس الوقت لماذا سكتت المحكمة الاتحادية طوال هذه الفترة؟ ولماذا تقوم المحكمة الاتحادية بين الحين والآخر بإصدار قرارات صحيحة ولكن التوقيت مالها وطريقة تقديمها يثير الكثير من الشكوك؟ هناك موضوع مثلا عدم دستورية قانون النفط في كردستان، هذا صحيح، هذا مؤيد للدستور والقرار، ولكن لماذا أصدرت المحكمة الاتحادية الآن فقط هذا القرار؟ أين كانت المحكمة الاتحادية في طوال هذه السنوات؟ طيب يعني قانونا أستاذ صباح، هل يمكن أن تراقب المؤسسة نفسها؟ من حيث المؤسسة تستطيع أن تراقب نفسها، ولكن هذه ليست أفضل طريقة للمراقبة. يعني أنت في المستشفى الأطباء يراقبون بعضهم البعض، ونفس الشيء في ضمن السلطات التنفيذية والسلطة التشريعية تراقب نفسها، والسلطة التنفيذية والقضائية تراقب نفسها، ولكن هذه ليست أفضل وسيلة. مراقبة صحة الإجراءات سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية يجب أن تقوم بها جهة محايدة. نحن لدينا مثل في العربي يقول فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، هذا غير منطقي وغير معقول. نعم هناك الرقابة الداخلية، ولكن يجب أن تكون هناك استقلالية في المراقبة لهذه الأمور. المحكمة وصفت قرار تشكيل اللجنة بأنه انتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات، إلى أي مدى ترى أن هذا المبدأ معمول به بالأساس في الدولة ما بعد 2003؟ وهذه المشكلة في العراق، لذلك بدأت من البداية قلت لك أن هناك صعوبة، هناك تشريعات وهناك دستور، ولكن يجري استعمالها حينما يراد استعمالها من قبل الجهة المستفيدة. القضاء يدخل في الأمور التي يراد لها سياسيا أن يتخذ قرارا فيها، ولكن القضاء يستبعد في الأمور الأخرى. إذا أخذنا مثلا رئيس الوزراء الحالي الكاظمي ليس وفق الدستور لا يمكن أن يكون رئيسا للوزراء، لأن الدستور يقول أن رئيس الوزراء ينتخب من الكتلة الأكبر، والكاظمي لم يكن لا من الكتلة الأكبر ولا الكتلة الأصغر ولا أي كتلة أخرى، ولكن تم التوافق بين إيران وأمريكا والميليشيات العراقية وما يسمون أنفسهم بسنة العراق، تم الاتفاق على هذا الرجل. هذا إخلال بالدستور، ولكن لا يتحدث عنه أحد لأن الجميع يريد أن يمرر أهدافه. المحكمة الاتحادية مصيبة في إصدارها هذا القرار، ولكن ليس هذا هو القرار الأول الذي اتخذته السلطة التنفيذية في التدخل في شأن السلطة القضائية، ولا في اتخاذ قرارات ليست في صالح العراق وليست من ضمن صلاحيات تلك. طيب. ونفس الشيء البرلمان يفعل أيضا. نعم، المحكمة حديثها ينصب على وجود هيئة
رقابية هي هيئة النزاهة. إلى أي مدى وجدت أن هيئة النزاهة لديها فاعلية في ظل سوابقها المعروفة للجميع؟ وهذا أيضا شكل آخر، يعني هذه كلها أمثلة على كيفية الاستهانة بالأحكام القانونية مجرد أخذ الشكل. نعم، هذه الهيئة مستقلة بموجب الدستور العراقي ويفترض أن تكون مستقلة، لكن واقعا لم تكن مستقلة إطلاقا، كانت عبارة عن هيئة تقوم بالأعمال السياسية ضمن المنطوق، وبالتالي السنة مثلا في العراق هم الذين يحاسبون، إذا تمس أحد القادة من الميليشيات يتم إيقاف العمل. هذه أصلا هذا القرار الذي صدر الآن من المحكمة الاتحادية هو صائب، ولكن أظن أنه وقع صدر بتأثير سياسي من الميليشيات، سواء كان من مقتدى الصدر ولا من أي جهة أخرى. أوعز للمحكمة أنه نعم الآن مسموح لكم بإطلاق هذا القرار، كما فعلوا مثلا مع القرار مع الكردستان، النفط في كردستان كان صحيحا، ولكن أعطيت المحكمة الضوء الأخضر أنه نعم الآن تستطيعون القول هذا. المحكمة الاتحادية تستطيع أن تبحث موضوع هيئة النزاهة ومدى عدم نزاهة الهيئة نفسها، ونفس الشيء فيما يتعلق بالفساد وإساءة استغلال السلطة من قبل يعني كافة الميليشيات. وجود الميليشيات في العراق يتعارض مع النصوص الدستور العراقي بغض النظر عن التسميات. حينما نرى مجموعات مسلحة تقوم أما بعمل مظاهرة، هذا يدل على استهانة الدستور. نعم، من لندن رئيس جمعية المحامين العرب الأستاذ صباح المختار، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.